الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا مين، قضيه بتبتدي. بتبتدي مين يا معلم؟ ده ما انتش جالب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تفيده وانا مش موجود، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي، الله. ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني. هو كده قضيه يبقى تنام وتحط فضلك وتدي خصيفه. فهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. ايه والبي زعل ولا ايه؟ زعل خد على خاطره منا شويه، من تركيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه عن ايه؟ الدفاع المقدس. ابراهيم القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد ابراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الاستاذ لاجل بختك مركز قوي النهارده. ايوه يا استاذ. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ واي شيء يقال؟ واي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال او لم يقال. الاستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الاستاذ ده فصيح فصاحه. ثم دعوني اتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها،